بنجدد الترحيب بحضراتكم مرة تانية والبيت الكبير. لسه مستمرين مع حضراتكم ومعانا دلوقتي واحد من النجوم الكبار، لاعب عاشق لكيان النادي الأهلي من صغره، محبوب من الجمهور الأهلاوي جدا، وكمان صاحب شخصية حقيقة شخصيته مميزة جدا سواء داخل أو خارج الملعب. هو ابن قطاع الناشئين بالقلعة الحمراء، أحد كباتن الفريق الأول، بتعدي السنين بسرعة لكنه لسه محتفظ بلياقته وقدرته على قيادة خط دفاع النادي الأهلي في أصعب اللحظات. عندته الإصابة شوية بس قادر أنه يرجع إن شاء الله يكون أحسن من الأول، لأننا فعلا اتعودنا منه على التحدي والإصرار والإخلاص والنجاح. برحب بضيفي وضيفنا في البيت الكبير كابتن سعد سمير، صخرة دفاع الأهلي. كابتن سعد ازيك؟ كله تمام، منورنا. منورك، منورنا في البيت الكبير. ربنا يخليك. انا هبدا اقول سعد سعد يحيى سعد حبيبي يا كابتن ايهاب، اهلا بيك، منورنا طبعا. نورك كابتن سعد، وانا طبعا سعيد ان انا بقالي كتير ما شفتكش يعني، لكن انت موجود في بيتك في البيت الكبير، منورنا ومشرفنا، وعندنا كلام كتير قوي، عندنا حواديت كتير قوي، بس اكيد فريق الاعداد محضر تقرير عليك يا سعد، نشوف تقرير لسعد ونرجع نبدا حوارنا مع كابتن النادي الاهلي سعد سمير. ادي العرضيه وخطيره، فرصه هدف، هدف اول، مش ممكن سعد الدير سمير. سعد سمير واحد من اللاعبين الذين كتبوا اسماءهم بحروف من ذهب لامع في تاريخ القلعة الحمراء، بعد عطاء لا يتوقف وإخلاص وتفان منذ أكثر من 10 سنوات. ولد سعد سمير في الأول من أبريل عام 1989، وبدأ حياته الرياضية كلاعب ألعاب قوة قبل أن ينتقل إلى فريق الكرة الأول بنادي اتحاد الشرطة الرياضي، ويساهم بقوة في صعوده إلى دوري الدرجة الأولى وهو لم يتخطى 17 من عمره. بعدها انتقل إلى نادي النصر الليبي ليلعب مع فريقه الأول، وكان عام 2009 الأبرز في صعيد مشواره الرياضي بعدما انتقل إلى النادي الأهلي. سجل سعد سمير اسمه في قائمة أكثر اللاعبين مشاركة في تاريخ الأهلي ب 219 مباراة، جعلته يحتل المركز 32 في القائمة الذهبية لأكثر اللاعبين مشاركة في تاريخ النادي. ضربة ركنية وعلى التنفيذ مؤمن زكريا، لعبة القصيرة، هدى تاني صبر رحيل لمؤمن، مؤمن يلعب العرضية والهدف التاني، والهدف التاني سعد سمير. ولعب سمير مع الأهلي إلى جوار أجيال متعاقبة من اللاعبين، وكان أحد أفراد الفريق الذهبي الذي سيطر على الكرة المصرية والإفريقية لعدة سنوات في عصر الداهية البرتغالي مانويل جوزيه. وخلال مشواره مع المارد الأحمر حصد مع الفريق كل البطولات على الصعيدين المحلي والقاري والعالمي على مدار 11 موسما متتالية، وارتدى شارة قائد الفريق في العديد من المباريات. حصل سعد سمير مع النادي الأهلي على 17 بطولة بواقع 6 بطولات دوري ممتاز وبطولتين لدوري أبطال إفريقيا ومثلهما في السوبر الإفريقي، وتوج بكأس مصر مرة وكأس الكونفدرالية مرة، بالإضافة إلى الفوز 5 مرات بلقب كأس السوبر المصري، ونال مع الفريق المركز الرابع في كأس العالم للأندية عام 2012. سعد راموس يسجل الهدف الرابع. سعد سمير مدافع قدير وأيضا هداف كبير. على الصعيد الدولي يعتبر سعد سمير واحدا من النجوم الذين مثلوا مصر عبر مختلف المنتخبات، فقد لعب مع منتخبات الناشئين والشباب والأولمبي والفراعنة الأول، الذي ظهر بقميصه لأول مرة
في عام 2011 وشارك في كأس الأمم للشباب وكأس العالم للشباب، كما شارك في أولمبياد لندن 2012 وشارك مع المنتخب الأول في 15 مباراة، وشارك في كأس الأمم الإفريقية بالجابون عام 2017 وكأس العالم بروسيا عام 2018. وبشكل عام شارك سعد سمير في 140 مباراة دولية مع جميع المنتخبات. سعد سمير حدوتة أهلاوية رائعة، فهو القائد الثالث في القلعة الحمراء خلال الفترة الحالية ومن اللاعبين أصحاب الشخصية المميزة، فدائما يتمتع بروح الفانيلة الحمراء.